وهنا تظهر عقدة النقص عند هذا النقص. وما كانش ناقص غير ان هو يدخل على ليبيا ويقول يعني ايه بلد المليون حافظ، ده احنا شارعنا فيه مليون حافظ. هذا الشويعر اللي اشهر ابياته اكتب اشعاري وانا احتسي خمرا واسمع طربا، بيتطاول على مليون شاعر ومليون شهيد ومليون حافظ ومليون كوزينة، منك لله يا شيخ، لحد ما ريحته فاحت والفيديو وصل الاخوة الجزائريين، بلغوا الاخوة السعوديين، فربنا كرمه بعد ما جال الكلمتين الحامضين دول، الحمد لله راح في العنبوكة. بسم الله والحمد لله. اما بعد اعزائي المشاغبين الكوزينيين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقه حنينه من الكوزينه بني. وعلى غير العاده يا ساده اخبرت وغوش، لكن لازم ناخدها بحس الفكاهه علشان الاخبار دي لو جت على دماغنا ورا بعضيها كده ممكن نطج ونطرشل. قبل التفاصيل نسال الله العلي القدير ان ينصر اخواننا المجاهدين في غزه، وانه امتحانات البكالوريا السنه دي في الجزائر تعدي على خير وكل الناس تنجح. عاوزين كل الناس تشير الفيديو ده على الفيسبوك علشان عاوزين صفحتنا اللي على الفيسبوك ترجع تاني بعد ما وصلت 33,000 خدها الهندي، فمعلش لايك وشير خلينا ننطلق. عنوان الحلقة شويعر خاموردي صغير كده بيسيء إلى الجزائر وموريتانيا، وكان ناقص يخش في ليبيا ومصر وكل الدول، لأنه تقريبا هو عنده عقدة اسمها عقدة المليون، وإحنا ما شاء الله بلادنا كل بلد مشهورة بمليون حاجة. اسمه عبد الرحمن الشمري، حتى أنا قبل ما أتكلم عنه رحت أسرش عنه في جوجل ما لقيتلوش أثر، دخلت أسرش على نفسي بالعربي والإنجليزي الحمد لله منور رقم واحد على طول وقناتي بتظهر على طول، إنما هذا المجهول رحت أسرش عليه لقيت ناس كتير ظهرت هو مش منه. المهم بيقول يعني إيه الثورة الجزائرية مات فيها مليون شهيد؟ دي أصلا الثورة دي سنة كانت 1950 وكانوا الجزائريين 8 مليون، ولما نقول مات مليون أو مليون وشوية معنى كده إنه فرنسا قتلت تقريبا ربع المواطنين، طب دي المفروض إن هي هولوكوست والمفروض الجزائريين يطالبوا بتعويض. طيب ومين قال لك يا جاهل انه الجزائريين دلوقتي مش بيطالبوا بتعويض؟ حاجه ثانيه، المليون والمليون وشويه دول في الثوره التحريريه يعني اخر 5 أو 10 سنين، انما الاستعمار كان 132 سنه، فدول في اخر 10 سنين، شوف انت بقى اول 120 سنه استشهد كام واحد. حاجه ثانيه بيقول لك انا من خلال ابحاثي وصلت الى انه كل اللي ماتوا بيقول ماتوا تقريبا 156 واحد، معنى كده وبحساباته انه تقريبا كان في كل سنه استعمار كانت فرنسا بتقتل واحد بس في الجزائر. ويا ريت وقال على اللي ماتوا دول ان هم ثوار، ده قال لك دول كانوا شويه مساجين، حبه في سجن وهران وحبه في قسنطينه وحبه في العاصمه، يعني شويه مجرمين لا ثوار ولا يحزن. وردي هنا عليه، انت لو مسكت اي عيل صغير جزائري ماشي في الشارع وقلت له ادي لي كده شهره هيعدي لك لوحده 500 شهيد من دماغه وعيل صغير كده، انما ال 156 اللي انت بتتكلم عليهم دول ممكن يكونوا شهداء من عيلته هو لوحده مش من الجزائر يا مغفل. النقطة اللي بعديها بيقول انه جمال عبد الناصر هو اللي قال عليهم بلد المليون شهيد والناس ما صدقت مسكت في الكلمة وتلزقت فيها. هنا ارد عليك اقول لك ايه؟ يعني جمال عبد الناصر هيقول مليون شهيد من الهوى ولا من الارقام؟ النقطة اللي بعديها بيقول لك انه فرنسا مش غبية، وسنة 1950 دي يعني كان في امم متحدة وكان في محاكم جنائية دولية وبلا بلا بلا. ورد هنا عليه اقول له يا حمار احنا دلوقتي بعديها ب 70 سنة في القرن الواحد والعشرين، وعلشان المحكمة الجنائية الدولية فكرت ان هي الدين الكيان الصهيوني، الولايات المتحدة الامريكية طلعت قرار ان هي تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، فما بالك من 70 سنة كان الواقع ازاي؟ شاف نفسه ان هو خلاص داش من موضوع المليون شهيد ده، دخل على بلد تانية جنبيها على طول برضه سبحان الله موريتانيا، قال لك يعني ايه موريتانيا فيها مليون شاعر؟ اصلا موريتانيا كل اللي هناك 4 مليون، ازاي تقول لي فيهم مليون شاعر؟ ده احنا عندنا في ند في الحضر وفي البدو مليون شاعر. وهنا تظهر عقدة النقص عند هذا النقص. وما كانش ناقص غير ان هو يدخل على ليبيا ويقول يعني ايه بلد المليون حافظ، ده احنا شارعنا فيه مليون حافظ، او ان هو يقول يعني ايه مصر فيها 110 مليون، ده احنا شارعنا فيه 110 مليون. هذا الشويعر اللي اشهر ابياته اكتب اشعاري وانا احتسي خمرا واسمع طربا، بيتطاول على مليون شاعر ومليون شهيد ومليون حافظ ومليون كوزينة، منك لله يا شيخ. الراجل ده عنده عقدة اسمها عقدة المليون، يعني ايه اي بلد يكون فيها مليون وانا ما عنديش؟ الراجل لا ماشي معاه مليون شاعر ولا مليون شهيد ولا مليون حافظ ولا اي مليون، هو وبس. المشكلة ان هو بيتكلم بكل بداحة وبكل ثقة وقاعد وماسك السيجارة كده في ايده ولا همه اي حد، لحد ما ريحته فاحت والفيديو وصل الاخوة الجزائريين، بلغوا الاخوه السعوديين، فبعتت له الهيئه العامه لتنظيم الاعلام في السعوديه، استدعته هو وصاحب برنامج البودكاست اللي كان بيستضيفه، وقالت لهم هم الاثنين سلم نفسك بدل ما نجي ناخدك. اما التهمه فتعمد الاساءه لدول وشعوب شقيقه، انت هتعمل لنا مشاكل؟ احنا ناقصينك. يعني خاموردي وسبارسي وقلنا مش مشكله،
انما كمان هتعمل لنا مشاكل مع الجيران احنا ناقصينك. نفس ذات الشويعر شكك قبل كده في تاريخ الكويت لكن محدش سمع عنه ولا حد رد عليه، فقال بقى المره دي انا هفرتكهم هم الكل. فربنا كرمه بعد ما قال الكلمتين الحامضين دول الحمد لله راح في العنبوكه. والى هنا عايزين مشاكل جميل وبدات حاجه جديده النهارده، لايك للفيديو، اشتركوا في القناه وتابعونا، لايك لصفحتنا على الفيسبوك، تابعونا عشان نرجع تاني.